this. كتبت قلبي يا رتال معني طويل جرا خيون حيثك من بالي والله من بالي كتبت قلبي يا رتال معني طويل جرا خيون حيثك من بالي والله من بالي إحساس غريب ما عرفوش كيفاش يتوصف ملي بالي خيلة ويقولي كيف تتصرف فكر في عامين كيفاش دازت واش نسيتي شحال من دمعة طلعتي وبيها ما حسيت تفكر وتفكر لي كانت عايشة على رضاك وليها مش محل زهر ما ترجعني الدنيا وتبقى راسك وحدك وترجع وتقول لي فرق حبيبي وجعني قلبها من جيتك شحال تجرح وانت واش كاين في هاد العالم يمكن محال كتكون حزينة قدامك تفرح فاهم كلشي داير راسك ما على بال جيتك اليوم بحكيت الغرام وحبه في بحرك راه غرقني وغادي نقول لك نهاية الكلام توحشت حنانك غير صدقني وهاد الليلة وهاد الليلة قلبي يا رتاح معني داوي الجراح خيل بحيثك من بالي والله من بالي كتبت قلبي يا رتاح معني داوي الجراح خيل بحيثك من بالي والله من بالي لو كان اللي شريتو انتي تاج من الذهب عمري ما نبيعو واخا يعطوني فيه ملايين مكتوب كتاب وانتي اللي كنت سبب دماغك عندي غالية نديرها في بالك دايما حبك وغرامك لعمري ما نسيت واليوم اللي داز بلا بيك فيها تغريت يا ما وعدتك وبوعدي ما وفيت واليوم اللي احتاجتني فيها انا مشيت حس كيف كنضل كيف الاولى كيف التاليه كنشوف غير راسي وتباقي الله يعطيه العافيه غدرتك وقلت الدنيا هانيه واليوم طالب بسماح وبنيه صافيه تعلمت من بعد ما فكرت علاش عيوني انا تعملت من اللي فكرت شحال تدمرت لقيت انتي اللي داوى الجرحات وهاد الليلة وهاد الليلة قلبي يا رتاح معني داوي الجراح خيل بحيثك من بالي والله من بالي كتبت قلبي يا رتاح معني داوي الجراح خيل بحيثك من بالي والله من بالي